بعد ما رجعت من اخر سفريه بالنسبه لي كنت مسافرها، خلينا نشغل البوتاجاز الاول وانا احكي لكم بعدين يعني القصه دي. نشطر الشعلة الكبيره ديت ونشغل النار. ماشي. طيب انا اخر مره كنت في المكسيك، لما رجعت من المكسيك كان في اكله كده اكلتها هناك اسمها هوريتو. بوريتو. الاكله دي من اجمل الاكلات اللي انا اكلتها هناك، أكلها لذيذة ومفيدة وفيها كل الحاجات. ممكن تتعمل بقى باللحمة المفرومة، تتعمل بصدور الفراخ أو صدور الفراخ دي افتكاسة من عندي مش عارف، بيض، ذرة، حاجات كتيرة يعني. طيب جيت قلت للكبير، يا كبير أنا عايز أكل بوريتو. يا بوريتو جيت يا زحلقوم زحلقوم، مالك يا زحلقوم؟ بوريتو ايه دي اللي انت بتتكلم فيها؟ طبعا ده كلام يعني تعبني نفسيا، وقررت ان انا اعمل بوريتو بنفسي ومحتاجش للكبير ومحتاجش لاي حد خالص. هنجيب طاسه نحطها على النار تسخن زي كده بالظبط، نحط شويه زيت، وعلى ما تسخن الطاسه نعمل بقى البوريتو بتاعنا هنا اهو. طيب احنا اول حاجه بنجيب عيش البوريتو، نحط العيش ننزل عليه بشويه مايونيز، قد ربع كيلو مايونيز كده. اخواتنا اللي بيحبوا الكاتشب ممكن تحط شويه كاتشب برضو زي ده كده. الكبير هيقطعني، مش كتير يعني تمن كيلو. هنا بعد كده نجيب ورقه خس اهي، بس دي ورقة كبيرة اوي. هناخد منها شوية يعني مش كتير كده يعني، مثلا كده خس 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 كده كفاية اهو. بعديها في بقى روحت جبت انا سوبر ماركو بيبيعوا فيه الفراخ دي، فراخ متبلة بالفلفل، يقول لك ايه بالالماني هنشن بروست. بروست دي يعني صدر، هنشن بروست يعني صدر الفرخ، وهنشن يعني فرخة. فلايش فيلي هنشن بروست يعني صدر الفرخة، فيليت شتوكة يعني فيليت شتوكة دي يعني قطع فيليه، سويت شيلي يعني حلو ومشطشط، حلو ومشطشط كده في نفس يعني حلو ومشطشط في نفسه كده. خلينا نفتح ونشوف. ادي قطع الفراخ اهي، اللهم صل على النبي مليانه. ناخد بقى ونقطع كده بقى ونرص في السندوتش اهو 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 اهو. ها يلا كده تمام تمام تمام. بعد كده نضيف، بعد كده نضيف الذرة حلوة اللي هي الذرة يعني الذرة هنا بيقولوا عليها مايس، يعني عيل مايس كده في نفسه. تاخد شوية مايس ذرة اهي ذرة اهي 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 اهي. حط جبنة، جبنة مبشورة اسمها جبنة جودة، عم جودة، جبنة عم جودة المبشورة. حط شوية كده حلوين، محدش يقول للكبيرة كده حالا عشان مش طالبة مشاكل. جبنة جودة جودة جودة. ننزل عليهم بقى التاتش الأخير بده كاتشب كده بتاع جديد نجربه. حط شوية حلوين كده تمام، بعدين نقول بسم الله ونقفل الحوار اللي مش عايز يتقفل ده. الكلام ده كبير يا جدعان وصعب صعب صعب يعني، يا مسهل يا رب. ايوه بقى نقفل يا جدعان كده، اللهم صل على النبي. نرجع بقى تاني هنا على الطاسة وندوس على السندوتش كويس، ابتدى يبقلل اهو.
بص يا جدعان معايا هنا بقى كده، ده محتاج يتقلب بقى كده. ايوه الله يبارك له، الله يبارك له يا اسطى. محدش يقول لي الكبير يا جدعان مش طالبه مشاكل. طيب خلينا نجرب كده. الكلام ده طبعا بيتقدم مع البطاطس دي، دي بطاطس بتتباع جاهزه تخينه. طيب بالشكل ده كده، خلينا نجرب تجربه السندوتشات البوريتوز، شوف كده ايه اللي هيحصل. هنسيت احط جبنه سندوتش تاني. يلا واو واو، عمل ايديا وحياه عينيا وقشط عليا. التجربة البطاطس اهي، دلوقتي بقى نجرب البوريتو. احلى بوريتو ده ولا ايه يا جدعان؟ ركزوا معايا كده، هنعمل حركة أسمر موك بانج دي. يلا نجرب نذوق كده مع بعض، نجرب كده نعمل أسمر موك بانج. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.